انجماد انجماد. اليوم جايين المحيط الاطلسي، جايين البحيرة تطل على المحيط الاطلسي، راح نشوفه ويا بعض. اجواء رهيبة، لازم تكملون الفيديو للنهاية، لا تنسون اللايك والتعليق، ويلا نبدي الحلقة. حاليا وصلنا المنطقة اللي بيها البحيرة، اسمها كليفتون. هس راح ننزل على البحر ونشوف الاجواء من هناك. طبعا من هنا مبينة اجواء كلش حلوة، فجدا متحمس. يلا نتجه للبحر. هسه نازلين على الشاطئ، دائما اكو هيجي مثل الحبال هاي بيها كهرباء، دير بالكم منها. طبعا المي هنا جدا بارد لانه هذا المحيط الاطلسي، قليل جدا ناس يسبحون رغم ان درجه الحراره جدا عاليه، بس المي تقريبا درجه حرارته 5، فكلش بارد. ليش المي هنا جدا بارد؟ لانه هذا مو بحر، هذا المحيط الاطلسي، فهواي من الثلج يكون متجمد ينزل على هذا البحر. شوية شيء غريب لأنه هنا هسه درجة الحرارة 30، بس المي درجة حرارة 5 مثل ما قلت لكم، فبرودة البيئة مو طبيعية، يعني مو مال واحد يسبح، خطرة جدا. يعني تدخل بس رجلك شوية جسمك وتطلع، لأنه إذا دخلت وسبحت على هالبرد والأمواج اللي تشوفوها وراية، فإذا لزمك دمار هناك بالنص صعب ترجع بعد، فواحد لازم ينتبه خاصة من يجي هيجي أماكن. وهم اكو معلومة جدا مهمة، من واحد يجي على هيجي شواطئ جيب وياك خاولي حتى تنام عليه، واللي ما يريد يجيب وياه خاولي منشفة، يعني يقدر يأجر هذول الشمسيات اللي تشوفوهم. سعر الوحدة تقريبا 70 راند افريقي. طبعا البيوت هنا يعني على الشاطئ رهيبة جدا، بس اعتقد بالليل المشكلة هنا تكون هو الهواء، يعني يكون رياح جدا قوية لانه قبالك محيط. طبعا ذول اللي يغنون يجوهم همين اللي يدقون ويسوون اجواء حلوة، تلقيهم هواي على البحر. الناس تختار خليهم شوية فلوس او لا، بعد وقت يمكن. طبعا ايضا اكو شغلة جدا مهمة لازم تنتبهولها، اللي هي الواقي مال الشمس، الكريم لازم تحطوه حتى لو تتحمل حرارة. يعني اعرف مثلا انا جاي من يعني من العراق، درجة الحرارة توصل الى 40 أو 50، بس الشمس جدا قوية، فلازم تخلون واقي شمس حتى ما تنحرق وتتأذى بعدين.
اللي احنا وصلنا نهاية حلقتنا لهذا اليوم، ان شاء الله عجبتكم الحلقة والاجواء والمناظر الحلوة اللي شفناها ويا بعض. ولا تنسون اللايك والاشتراك والشير وتعليقكم شنو الحلو وشنو المحلو. نلاقيكم حلقة ثانية جديدة من جنوب افريقيا كيب تاون، والسلام.